الإنسانية كلها من أولها إلى آخرها، لأن التطاول فيها والبغي والتسلط وإبعاد العدل عن حياة الناس كانت النتيجة أن لو تدبرنا الموت الذي يقع على الأرض لرأينا الأدوات التي في يد الإنسان استبد بها: قتل 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 قتل. ما الذي يصنعه البعث؟ أذكر بما قلت من قبل، الغلام الصغير ما رضي أن يخوت، ولما قال له الرجل قل لسيدك كذا قال: هذا ما أقول لسيدي، فماذا أقول ربي يوم العرض عليه؟ إن إذن تذكر بالعود إلى الله والحساب بين يدي والتذكر للبعث مصلح للنية أولا، والأمور عندما تخرج تخرج من داخل النفس، مصلح للنية، مصلح للسلوك، مصلح للآداب، مصلح للأخلاق، مصلح للشارع، فلا يرى فيه من يعتدي على عفة الناس، يعني مصلح للجوار فلا نرى جارا يؤذي جاره، مصلح لعلاقات الأمم، فكل أمة تتذكر أنها عائدة إلى الله ومحاسبة بين يديه. فلم يكن الكلام في البعث بمعزل عن صلاح أو إصلاح الدنيا، وعندما استبعد كانت النتيجة البغي والتسلط. ولا تسأل عن البغي والتسلط عندما يقع بعيدا عن الإيمان بين عن الإيمان بالله والحساب بين يديك، يكون الأمر بالغ الخطر. من هنا أراني أنبه إلى رسالة المسلمين: أين أنتم وكتاب الله أمام أنظاركم وبأيديكم؟ ما لغة الخطاب التي تخاطبون بها غيركم؟ هل بلغتم رسالة الله كما ينبغي ورآها الناس فيكم؟ هل أعلمتم الناس وتلوتم آيات الله كما جاءت من عند الله؟ أم جعلتم القرآن في حياتكم للقراءة على الموتى والتبرك وتقديمه في صور وفي طباعة أنيقة؟ أنا قلت قبل، كان القرآن زاد للمسلم في كل شأن، وسعد بن أبي وقاص الذي أشرت إلى أمره في أمر القادسية كتب النتيجة لعمر بن الخطاب يذكر له ما وقع ويذكره بنصر الله، ويقول: مات فلان وفلان ممن لا تعلمهم والله بهم عالم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل كدوي النحل، لا يفضل منهم من ذهب، لا يفضل من ذهب، لا يفضل من بقي، لأن الجميع من ذهب ومات يتلو القرآن، ومن بقي يتلو القرآن. والقرآن زادهم. الآن كل الإنسانية وقعت في الأجهزة التي يقع فيها التزوير، اتصل قالوا ولا سلك يقول ورمي أخبار ومحطات مالية الدنيا. إنما كانت الرابطة بين المسلمين، بين المسلم الذي على ضفة المحيط هناك وبين المسلم في المدينة، هو القرآن. ويعرف تماما أن أمير المؤمنين لن يطلب إلا ما طلبه القرآن، والقرآن أمام أعينهم، فأوجد الرابطة بين المسلمين وأوجد العدل الذي وجدت له هذه الأمة. وفي المناسبة هذه أذكر عمر بن عبد العزيز، وتعلمون أنه حفيد لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب جد لعمر بن عبد العزيز. عندما تولى الخلافة أرسل أحد الولاة ليقول له أو ليطلب منه مالا لكي يبني سورا للمدينة، والمقصود من السور أن يتحقق الأمن للمدينة. فرد عليه عمر بن عبد العزيز قال له: أمنها بالعدل ونق شوارعها من الظلم، ولم يرسل إليه شيئا. أمنها بالعدل ونق شوارعها من الظلم، عندئذ يتحقق الأمن. عمر بن الخطاب والله أبو بكر الصديق القضاء بعد السنتين التي يعني كان فيها الخليفة أبو بكر
سنتين لم تأتي إليه قضية واحدة لكي يصلح فيها بين الناس أو يقضي. إذن الإنسان هو الأصل في كل صلاح أو إصلاح ننشده، لأن الإنسان الصالح تصلح به الأمور الفاسدة، والإنسان الفاسد تفسد به الأمور الصالحة. فالحرص يجب أن يكون أولا على إيجاد ذلك الإنسان، لا الأدوات ولا الأمور التي يغرى بها الناس ويتطاولون، الإنسان. ولذلك ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مكة، جميع أيام مكة وهي 13 سنة عاشها الرسول، يربي الإنسان، الإنسان الذي يخضع كل شيء لخالقه. أمن الإنسانية يحتاج إلى أن يتعاون الجميع للحفاظ على إنسان الأمن، والحفاظ على إنسان السلم. إن غاب إنسان الأمن والسلم فلا أمن ولا سلام. وأنا أعرف ما تعيش فيه الإنسانية جميعا من إحباط ومن شعور بالخوف من الغد والتوجس مما يقع فيه. الإنسان يتربى بالقرآن، لأن القرآن ليس كتابا لأحد من الخلق، وإنما هو كلام رب العالمين للناس أجمعين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك، نزل به الروح الأمين على قلبك، قلب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن استحضار ذلك لا بد منه حتى تستطيع الإنسانية أن تؤمن، تحقق أمنا صادقا، ولا يكون الكلام عن الأمن كذوب. والله إن عصرنا هذا يرى أن الكلمات ظلمت كما ظلم الإنسان. تسمع السلام وتبحث عن السلام تجد عبارة عن ظلم واستبداد، وترى تبحث عن الأمن فتراه أمن الكبار الذين يحرسون أنفسهم بشتى أسباب الحراسة. وأبشرهم بأن جميع الحراسات التي تعمل للظالم لن تحميه من بطش ومن عذاب ومما يقع به.